المؤسسة ورقمنة تعاملاتنا اليومية في الاقتصاد تربحنا نقطة ولا اثنين في الكرواسونس في 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 النمو تربحنا نقطة ولا اثنين في التشغيل وانت تعرف ان كل نقطة في التشغيل تربحنا على الاقل 16 الف موطن شغل وكل موطن شغل في النيميريك يربحنا 4 موطن شغل خارج النيميريك فبالتالي الفاكتور نيميريك فاكتور معناها ديفلوبر يعني انا نعمل امبلوا برك في النيميريك نربح به 5 امبلوا 5 معناها جي ملتيبلي بار 5 وهذا هو الفاكتور ملتيبليكاتور للاقتصاد الرقمي وهك علاش الاقتصاد الرقمي يرفعنا من اقتصاد عادي وصلنا منكم 3-4 نمو الى اقتصاد رقمي وصلنا الى 6-7 نمو اليوم احنا من 10 سنين نحوم حول 7-8% من نسبة من مشاركة الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد العام للبلاد بالنسبة للسيكوريتي ولا بالنسبة للأمن داخل هالفضاء هذية احنا نعتبر ارواحنا عندنا الادوات اللازمه انه فضائنا السيبرني فضاء امن وقادرين على انه كل صعوبه في المجال هذية نتغلبوا عليها ودليل على ذلك ان احنا عندنا طرقات وفيها حوادث يعني نسكروا الطرقات لا نصلحوا ادوات التعامل مع المشاكل هذه واحنا نعتبروا انه اليوم عندنا لانسي عندنا لانسي او عندنا لاديتي عندنا مؤسسات بالفعل عريقه لها 10 و15 عام موجوده قادره على انها تحمي هالسباس سيبرني بتاعنا